سهرة السبت على الام تي في، سهرة ورا ولا أحلى مع برنامج The Voice Kids اللي انطلق من حوالي أسبوعين ومن بدايته تعلقنا فيه، لأنه بكل صراحة نجوم هالبرنامج ما فينا إلا ما نتعلق فيهم لأنه بأدائهم الرائع عم بدوبونا حلقة ورا حلقة. هن بكل بساطة أطفال من كل أنحاء العالم العربي، عندهم مواهب بالغناء وأدهشونا بأدائهم لأنه اختاروا أغاني قديمة، إذا بدكم أغاني من الطرب الأصيل القديم والجديد، إن كان باللغة العربية أو حتى باللغة الأجنبية أدائهم عم بيكون أكثر من رائع. خلينا نشوف سوا هاللمحة من حلقة الأسبوع الماضي من The Voice Kids. أصعب كلمة بفكر فيها تخبيها بعيونك الحلوة، كيف قدرتي تقسي علي وتقوليلي ما عاد في آخر كلمة بقلك هي شو بيشبه التجربة. أداء رائع لزين عبيد اللي قدم أغنية معين شريف، أصعب كلمة بشكل كتير رائع. أداء انبسطت لجنة التحكيم وأداء نحن انبسطنا فيهم، مش بس عم ننبسط بأداء هالأطفال اللي بتتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة، عم نتفاجئ أداء عم بيكونوا مرتاحين أمام جمهور هالقد كبير، أمام فنانين بهالمستوى وكأنهم صاروا سنين عم بيغنوا على المسرح. على كل مفاجأة كتير أكيد بعدها بانتظارنا بالحلقات مقبلي من The Voice Kids. أما سهرة الأحد الويكند كله حافل على شاشة الـ MTV. سهرة الأحد الموعد دايم مع Celebrity Duets، فنانين من عدة مجالات تعلقنا فيهم كمان أسبوع وراء أسبوع، بتصور بعد في عدة حلقات لها البرنامج. النهاية قربت وفنان أو فنانة راح تفوز بهاللقب وجايزة مالية كبيرة راح تتقدم لجمعية خيرية هن اختاروها. خلينا نشوف هلأ جوات جمعت بين الفنان توني عيسى ووائل جسار. شايفني مش عم ببكي، ليش انت خليت دموع
إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع بتوجعني صوت عندك مش مسموع حتى الآن بتوجعني صوت عندك مش مسموع إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح شايفني مش عم ببكي ليش انت خليت دموع اذا شايف مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع من أروع أغاني الفنان وائل جسار جرح الماضي بحلقة الأسبوع من Celebrity Duets. راح نتوقف هلأ مشاهدينا لفترة قصيرة ومن بعدها مننتقل سوا للمطبخ حتى نعمل تيستينج.